هدنة تشلل للأطفال في غزة، متى تبدأ وما تفاصيلها؟ في وقت تشتد فيه المواجهات في أنحاء القطاع، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الجيش الإسرائيلي وحركة حماس وافقا على 3 هدن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة تستمر ل3 أيام في قطاع غزة، وذلك للسماح بتطعيم نحو 640 طفل ضد شلل الأطفال، ومن المقرر أن تبدأ حملة التطعيم نهار الأحد. هذا الاتفاق يقضي بأن تكون فترات الهدن بين الساعة 6 صباحاً و3 عصراً بالتوقيت المحلي، وستبدأ الحملة في وسط غزة بهدنة مؤقتة في القتال لمدة 3 أيام، ثم تنتقل إلى جنوب غزة حيث سيكون هناك هدنة أخرى لمدة 3 أيام يليها شمال غزة، ومن الممكن أن تمتد الهدنة الإنسانية في كل المناطق ليوم رابع إذا لزم الأمر. وفي هذا السياق، قال مايك راين مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخميس خلال اجتماع بشأن الوضع الإنساني في غزة: من واقع تجربتنا نعلم أنه ستكون هناك حاجة ليوم أو يومين إضافيين في كثير من الأحيان لتحقيق تغطية كافية، وأوضح أنه سيتعين إجراء جولة ثانية من التطعيم بعد 4 أسابيع من الجولة الأولى. وأشار راين إلى أن هناك حاجة إلى تغطية بنسبة 90% على الأقل خلال كل جولة من حملة التطعيم من أجل وقف تفشي شلل الأطفال ومنع انتشاره عالمياً. وأكدت منظمة الصحة العالمية في 23 أغسطس أن طفلاً واحداً على الأقل أصيب بفيروس شلل الأطفال من النمط الثاني، وهي أول حالة من هذا النوع في المنطقة منذ 25 عاماً لطفل في شهره العاشر في دير البلح، بعد رصد الفيروس في عينات مياه جمعت نهاية يونيو في خان يونس ودير البلح. وكانت الأمم المتحدة طالبت بهدنات إنسانية لـ7 أيام لتلقيح 640 ألف طفل في غزة تقل أعمارهم عن 10 أعوام. وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أمس الأربعاء أن تل أبيب وافقت على هدنة إنسانية مؤقتة في القطاع لتسهيل عمليات التطعيم ضد الشلل. ووفقاً لتقرير قناة 13، جاء القرار بناء على طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال زيارته الأسبوع الماضي، وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقادة الأمنيين وافقوا على الخطوة دون أبلاغ المجلس الأمني والوزاري. ونفى مكتب نتنياهو منح أي تصريح بالهدنة، لكنه أكد أنه وافق على تعيين مناطق معينة في القطاع لاستخدامها في حملة التطعيم. فهل ستساهم هذه الهدنة بتخفيف حدة الاحتدام في قطاع غزة؟ الأيام المقبلة هي الحاسمة.